مشاهدي قناة فوكتيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وكيف ما كتشاهدوا معنا احنا الان مع هذا المشكل، هذا وهذا المشكل العويص اللي كتعانيوا منه اغلبية ديال الناس واغلبية ديال الساكنة فيما كانت، اما في احياء راقية ولا احياء مهمشة ولا احياء المتوسطة. يعني كاين هذا المشكل هذا ديال الازبال ومخلفات البناء وبزاف ديال الامور. يعني كيف ما كتشاهدوا معنا احنا الان مع ساكنة ديال عابر اللي عندهم هذا المشكل هذا ديال مخلفات البناء والدواب والازبال، خصوصا انه دابا فصل الصيف كيكثروا الحشرات كيكثروا الحيوانات، وحتى مؤخرا ولينا كنشوفوا المشكل ديال الافاعي. يعني راه هذا الشيء كيجي من هنا، يعني كيجي من هاد الازبال هادو اللي كاينين في هاد المناطق. يعني كيف ما كتشاهدوا معنا يعني انتم تشاهدوا معنا مشاهدي متابعي قناة يعني كيف ما كتشاهدوا معنا هاد الساكنه هادي عندها مشكل ديال مخلفات البناء والازبال اللي كاينه حدا المنازل ديالهم. وكنعرفوا ان هاد المشكل هذا مشكل عويص خصوصا فصل الصيف، يعني كتكون رائحه كريهه، الحشرات يدخلوا حتى المنازل ديالهم. يعني كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدي ومتابعي قناه شوف تيفي، الساكنه شحال عندها ديال المشاكل. يعني كنتمنوا الناس المسؤولين يديروا شي حل على هذه المنطقه هذه كما قلنا لكم حنا في حي عابر. نو هاد الناس هادو بغاو شي حل حيت فعلا تقهروا بهاد مخلفات الازبال وهاد النفايات اللي كاينه هنايا. يعني الصراحة الساكنة هنايا كتعاني بزاف، خصوصا ان هاد المشاكل هادو تيتزادو مع فصل الصيف. يعني نداءنا للناس المسؤولين انهم يديروا شي التفاتة ويحلوا هاد الموضوع هذا. هنا مشاهدي ومتابعي قناة شوف تيفي كنكون وصلنا لنهاية هذا المباشر. كنشكركم على حسن المتابعة وحسن التفاعل ديالكم، ونتلاقاو إن شاء الله في مباشر آخر، ويكون إن شاء الله المشكل ديال النفايات ومخلفات البناء والدواب اللي كتكون مربوطة حدا المنازل الناس يكون تحل، حيت راه دابا فصل الصيف وكيكثروا الحشرات الضارة، يعني تيكثروا تيدخلوا للناس حتى المنازل ديالهم.